نرجع بس للمنتخب الاولمبي ابو فيصل، يعني امين بخاري حصل على افضل حارس في هذه البطوله، وكذلك ايضا عبد العزيز العرياني مهاجم المنتخب حصل على هداف هذه البطوله. يعني عندنا اليوم نتكلم عن اسماء عن مواهب، لكن الشيء هذا يعني ذكرنا بمنتخبنا اللي شارك في نهائيات كاس العالم في كولومبيا مع الكابتن خالد القروني، ظهرت اسماء كبيره لكن بعد ما رجع المنتخب يعني ما اتذكر الا يمكن لاعبين ثلاثه لاعبين فقط اللي استمروا حتى الان، ياسر الشهراني، سالم الدوسري، يعني اللي استمروا بنفس المستوى اللي كانوا يقدمونه مع المنتخب الاولمبي. ابو فيصل، انا اتذكر في بطوله كانت 2008 كانت هنا في الدمام اللي هي كاس اسيا للشباب، وهذه البطوله انتجت لنا يحيى الشهري وانتجت لنا نواف العابد، محمد سبحان ومجموعه من اللاعبين. الزج فيهم في الفريق الأول سبحان الله يحتاج إلى قرار شجاع من الأندية. أنا أرجع وأقول لك إدارات الأندية بالمقام الأول هي من 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 تجلس مع مثلا الجهاز الفني، من تعمل استراتيجية الفريق بشكل عام. مشكلة إدارات الأندية لا تملك قرار الجرأة في فرض اللاعب أو تقديمه للفريق الأول بشكل مباشر. أمين بخاري قبل سنتين يمكن أنا تابعته في البحرين، ولاعب كان مبدع وما شاء الله تبارك الله يملك بنية جسمانية. انت قاعد تشوف في تدني في فترات في حراسة مرمى نادي الاتحاد اللي هو احد لاعبي، ولكن لم يجد الفرصة. يعني الادوار متبادلة بين عساف وبين فواز القرني، وللاسف الشديد كان في هبوط، يمكن حتى في هذا الموسم كان هبوط في المستوى، ما شاهدنا حتى على دكة البدلاء. انا شخصيا ما شفت. تحتاج جرأة ابو فيصل. بلا شك هذه يحتاج الى جرأة من 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 ادارة النادي، في دائما داخل كل فريق في 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 إدارة كرة قدم، هذه إدارة كرة قدم هي مسؤولة، أو لجنة فنية هي مسؤولة مع الجهاز الفني في بداية الاستعداد. يجب إنه منح اللاعبين هذول فرصة. إحنا لازم يتغير فكر اللاعب. صحيح. إنه 23 يعتبر صغير، لازم هذا الفكر يتغير. 23 في عالم كرة القدم ترى سن متقدم مو صغير. صحيح. الناس تبدأ من 15 و16 و17. يمكن مهاجم إذا تذكرني باسمه، أنا ترى برا ذاكرتي مو كثير، مهاجم مانشستر يونايتد الأخير راشفورد أو إيش اسمه بالضبط، لاعب يمكن 18 17 سنة ولاعب قاعد يلعب في الفريق الأول ويسجل يا فهد. فهي تحتاج إلى جرأة من إدارات الأندية والأجهزة الفنية الموجودة فيها. صحيح. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لنجومنا لصقورنا الخضر في المنتخب.